السيدة النائبة أمال عربوش باسم فريق الأصالة والمعاصرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السادة الوزراء، السادة النواب، والسيدات النائبات المحترمات، سيدي الوزير، مرة أخرى نتوجه إليكم بهذه الكلمة باسم فريق الأصالة والمعاصرة فيما يتعلق بمناقشة وتصويت على مشروع قانون 89/15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي في قراءة ثانية. قصد التأكيد لكم من جديد على موقفنا بخصوص إضافة البعد الجهوي للمجلس من جهة، وعلى استغرابنا لموقفكم الرافض لمقترح توسيع الامتداد الترابي لهذه المؤسسة وبدون أي أسباب ومبررات مقنعة من جهة أخرى. فنحن في فريق الأصالة والمعاصرة متأسفون لكون الحكومة لم تستثمر إيجاباً فرصة دراسة هذا المشروع بمجلس المستشارين من أجل التفكير مالياً في بعض التعديلات التي رفضها مجلس النواب في إطار القراءة الأولى، لا سيما الفروع الجهوية للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، خاصة وأننا اعتبرنا في فريق الأصالة والمعاصرة أنه يشكل فرصة تاريخية سانحة لإضفاء صبغة سياسة القرب على هذه المؤسسة من جهة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المادي. شأنها في ذلك شأن غيرها من المؤسسات الدستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان على سبيل المثال التي يوجد مقرها بالرباط، لكنها عملت على توفير شروط الإدارية والمادية لإحداث فروع لها داخل جهة المملكة في إطار رؤية تولي مكانة خاصة للتوجه السياسي العام وتعاقد دستوري الشامل القاضي بالمضي قدما في مجال لا مركزية ولا تمركز وتسريع وتيرة الأجراء والتنفيذ. سيدي الوزير، أنتم بقراركم هذا وبرفضكم لمقترحات التعديل التي تقدمنا بها من قبيل مثلا إلزامية الحكومة بطلب رأي مجلس في نطاق اختصاصاته، المساهمة في تقييم السياسات العمومية، الحرص على إعمال مقتضيات الدستورية المتعلقة بالجهوية، تنصيص على نشر المجلس تقاريره بالجريدة الرسمية، إلزام الحكومة والبرلمان بإحاطة المجلس علما بمآل الآراء والتوصيات التي يصدرها، وتكريس الديمقراطية التمثيلية والتشاركية عبر إشراك كل الفعاليات في مختلف المشارب. تؤكدون سيدي الوزير للشعب المغربي مرة أخرى بأنكم غير مدركين لحقيقة أن الشباب أصبح قوة سياسية حاسمة في التغيير وفاعلا تنمويا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة ورقما محوريا في معادلة البحث عن سبل استقرار الوطن والتنمية في مستويات متعددة، وبما يملك من قدرات إبداعية في مجالات العلوم والمعارف وبما يسمح به من طموح لإثبات الذات والمغامرة والتجديد في مختلف المجالات، وبما يتوفر لديه من قدرات وكفاءات في مجال التعامل مع التكنولوجيا والاتصالات، وبما يتمتع به من انفتاح على ثقافة العالم، وبما يخزن من رغبة في إقامة مجتمعات العدالة والديمقراطية وحوار الثقافات وتحقيق السلام العالمي العادل. سيدي الوزير، من موقع هذه المؤسسة التشريعية نقول لكم بكل صراحة ووضوح وفي إطار من الجدية والمسؤولية إنكم برفضكم لمقترحات تعديل مشروع هذا القانون لا سيما في مجال إعطائه البعد الجهوي في الاطلاع بمهامه واختصاصاته بالقرب من المواطنين والمواطنات تكونون قد أخلفتم الموعد مع التاريخ وحرمتم المغرب والمغاربة من تحقيق مكتسب يسير بنا خطوات نحو الأمام من حيث إحداث التغيير المطلوب من طريقة ومضمون تدبير السياسات العمومية، خاصة وأن المغرب سائر بعزم وثبات في اتجاه اللامركزية ولا تمركز، وعدم التجاوب مع هذا التوجه الدستوري والسياسي العام من شأنه عرقلة أي تطور إيجابي في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وهو ما يمكن أن يؤدي فيه الأجيال الصاعدة ثمنا باهظا وإن لم يشكل عقبة في وجهها نحو الدمقراطية والتحديث والتنمية. سيدي الوزير، إن الشباب هو المستقبل، هو المؤهل لتدبير شؤون البلاد والأخذ بزمامها، هو شريحة أساسية في الهرم السكاني المغربي إذ يتجاوز 40%، وللأسف يتبين بالملموس أن هذه الحكومة لا تعطيه المكان اللائق به، وهي تسير على نفس النهج الذي اتبعته الحكومة السابقة التي تعاملت مع مقترح قانون الفريق الأصالة والمعاصرة في نفس الموضوع باستخفاف كبير وتجاهل تام. سيدي الوزير، إن رفضكم لمقترحات تعديل مشروع هذا القانون
كفريق في المعارضة لإضفاء طابع الجهوي على عمله وإنجاز مهامه ووظائفه بالقرب من المغاربة في مجالات عيشهم اليومية، تؤكدون مرة أخرى إصراركم على رفض مقتضيات الدستور فيما يخص مراعاة المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات وتشريع القوانين، ويثبت بالملموس مرة أخرى رفضكم التجاوب مع كل الخطوات السائرة في اتجاه إعطاء مدلول ميداني وعملي للجهوية المتقدمة. وهذا يدل على أنكم بالرغم من كونكم في موقع مسؤولية تدبير السياسات العمومية، إلا أنكم لا تقومون بأدواركم فيما يتعلق بجعل طاقمكم الحكومي متملكاً للأسس الجهوية ومتشبعاً بقيمها ومبادئها ومطلعاً بشكل دقيق على نطاق صلاحيات القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية، وبالتالي لا تقومون بمبادرة في هذا المجال وتقومون بحصر الوظائف على مستوى المركز. شكراً سيد رئيس، شكراً وعلى هذا الأساس بطبيعة الحال نرفض التصويت على هذا المشروع.